السلام عليكم. سأتوجه معكم عمو جمال. اليوم 20 جويلية 2020 من مدينة عين مليلة، بالضبط من قرية فرشي القادمة. سلام عمو، لاباس عيشك. اليوم معكم تشوف الدخلة تاع قرية فرشي هذه اللي كانت إلى وقت قريب كانت جنينة ما شاء الله، خلاتها فرنسا، ما نقولوش فرنسا مليحة، مي خلات حاجة مليحة. كان هنا جنانات والماء ولا بيسين وكذا. اليوم هاي واش ولات هذه الدخلة، مازال ما شفناش من الداخل. يعني والله مش نقول عيب على اهل القريه، حاشاهم، هي عيب هكا، عيب كعباد كناس كالاخر، وراح الجمعيات وراحوا الشيوخه تاع الجامعه وراحوا المسؤولين وراحوا واحد ما ياكلوا قلبه، يعني هكا الكل ساحب الناس من طايشه امراض، جاي صيد ناموس الباقي بروث حلاش. والولاد وين يلعبوا الولاد؟ هم يجوا يلعبوا لهنا، الله يهدينا برك.